ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمد الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. دكتور أهلا بك. إذن بين يعني قبول قصة الإسقاط والرفض الروسي لإسقاط هذه الطائرة، كيف ترى تصعيد الأمور بين الولايات المتحدة وموسكو، خاصة ونحن نتحدث الآن عن عام ثاني من المواجهة الغربية الروسية في أوكرانيا؟ أول شيء أوقاتك سيد الكريم. حياكم الله. طبعا لا أسمي هذا البارحة الحادث إلا نوع من أنواع الاستفزاز من الطرف الأمريكي للطرف الروسي لعدة أمور. أول شيء، هذه الأجواء الإقليمية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها أجواء إقليمية هي مغلقة من طرف روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ونبهت كل بلدان العالم أن لا تقوم بأي اختراق لهذه المجالات حتى لا تصبح هناك حوادث، لأن هذه المجالات تطلع عن طريق الصواريخ والطائرات المقاتلة، يمكن أن يحصل أي حادث. وفعليا يعني حتى هناك في روسيا 4 مطارات بجنوب روسيا مغلقه، مثل مطارات راستوف وكراسنودار ومطارات القرم سيمستوبل ويسمى سيمفروبل. يعني هذه المطارات اغلقت حتى للطيران المدني، لا تستخدم روسيا منذ عام وحتى الان. لذلك هذه المجالات الجويه تعتبر مجالات اقتصاديه، يعني بعد 200 كيلومتر على المياه الاقليميه. هذا يعني انه الولايات المتحده الامريكيه تعلم ان هناك عواقب وخيمه لماذا اطلقت هذه الطائره. الطائره اول شيء هي طائره كبيره، يعني ليست بالطائرة الصغيرة، يعني MQ-9 هي طولها حوالي 10 متر وعرض الجناحات وصل إلى 24 متر، هي من أكبر الطائرات الدجاسوس العالمية. هذا أول شيء. ثاني شيء، هذه الطائرة عندما اختنقت هذه الأجواء فعليا ما يسمى أغلقت جهاز التعرف عليها هو ترانسبوندر، يعني فعليا لا، لذلك انطلقت طائرات السخوي من القواعد العسكرية الروسية للتعرف على هذا الطائرة من أين أتت. هل هي وهذه الطائرة نعلم جيدا ليست تجسس فقط، يمكن أن تحمل أسلحة، لذلك هناك خطر على روسيا اعتبرتها أنه يمكن أن تكون قادمة من أوكرانيا فتحاول التعرف عليها. هذا التعرف الولايات المتحدة الأمريكية ما حصل فعليا أنا حسب روايتها أن هناك اصطدام ورمت عليها الوقود. لو كان في اصطدام لطائرة عسكرية مع طائرة ما يسمى مثل هذا الحجم من الطائرة أكيد راح تصاب الطائرة الروسية، يعني لن تكون سليمة. هذا أول شيء. ثاني شيء، برأيي أنا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصور بعض المواقع في جزيرة قرم عن بعد وحاولت الاقتراب لاستخدامها لما يسمى الحكومة الأوكرانية أو الجيش الأوكراني إعطاء بعض الإحداثية. هذا أمر مهم جدا. ثاني أمر، يعني من المستحيل أن يحصل التصادم، هذا أمر مهم جدا. أنا برأيي كثير الخبراء أن تم نوع من أنواع تغيير المجال أدى إلى إسقاطها من طرف القيادة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أن يمكن هناك نظرية أخرى يمكن أن هي أتلفتها بنفسها حتى لا تستطيع القوات الروسية السيطرة عليها ومعرفة ماذا كانت تصور فعليا. ففعليا طيب دكتور محمود، ما الذي يدفع روسيا إلى اتهام الولايات المتحدة اليوم باستخدام هذه الطائرة المسيرة بأنها تجمع معلومات استخبارية تستخدمها لكييف؟ ما هي المبررات، ما هي المدفوعات التي دفعت بها روسيا من أجل يعني تصحيح روايتها؟ طيب أول شيء، ماذا تفعل هذه الطائرة في مجال العملية العسكرية الخاصة؟ وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا المجال مغلق، لماذا دخلت هذا المجال؟ يعني فعليا لأغراض للحكومة الأوكرانية وحلفائها. بالإضافة أن روسيا لديها عدة معلومات وعدة مرات قصرتها للولايات المتحدة الأمريكية أن كل الأقمار الصناعية الموجودة المدنية والعسكرية للحلف الناتو تتعامل مع الأجهزة الأوكرانية ومع الجيش الأوكراني، ففعليا هناك تدخل مباشر في هذا الأمر. لذلك روسيا من حقها أن تتعرف على كل طائرة دخلت مجال العملية العسكرية الخاصة، لأنه كما قلت في بداية اللقاء هي تستطيع أن تحمل أيضا صواريخ. لماذا إذا أرادوا الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تستفز فكانت يعني ما يسمى تجعل من جهاز الترانسبوردر شغال، يعني كان مباشرة رأت روسيا أن هي طائرة تصوير وغير محملة بالأسلحة وهي طائرة أمريكية، يمكن لروس أن يتواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القنوات المفتوحة العسكرية لإخراج هذه الطائرة حتى نتعرض إلى أي خطر. طيب دكتور محمود، هناك العديد من الدول الآن ترى أن هذا المجال ليس مجالا روسيا، في حين روسيا تقول أن هذا هو المجال الجوي الروسي أو مجال العمليات العسكرية. كيف ترد على هذا الحديث باعتبار هذا المجال مجال جوي دولي؟ هو مجال جوي دولي، ولكن ضمن المجال الاقتصادي الروسي. يعني أهم شيء لما تبعد من القانون الدولي المياه الإقليمية يعني توصلها مع المياه المفتوحة، يعني عندك 200 كيلومتر أو 200 ميل 200 ميل
هذا 200 ميل تعتبر هي ما يسمى المجال الاقتصادي لهذه الدولة. فبالإضافة أن روسيا حذرت منذ بداية العملية العسكرية أن هذه الأجواء أغلقة لا تستطيع أي طائرة أن تدخل حتى لا يحصل حوادث. يعني تم التنبيه، يعني لو ما كان في تنبيه أو إيش، يعني العملية العسكرية بدأت من 24 فبراير العام الماضي، الآن اقتربنا بالسنة وشهر تقريبا. يعني لماذا الآن طارت هذه الطائرة في هذا المجال؟ أول مرة تقوم هذه الطائرة وتغلق ما تسمى أجهزة التعرف عليها في هذا المجال. يعني لماذا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بهذا الشيء؟ تعلم فعليا. لماذا هذا الوقت بالذات؟ لماذا تم الاختراق؟ هل هم يجهزون عملية عسكرية أو التصوير؟ لأنه نعلم جيدا أن جزيرة القرم حسب ما يقول الأمريكان ووسائل الإعلام الأوكرانية تقول أن هناك عملية لتحرير جزيرة القرم يسمى عملية الربيع أو حملة الربيع ضد جزيرة القرم. فشيء طبيعي روسيا أن تحمي أجواءها. يعني هذه الأجواء بشكل عام في كل السياسات العالمية عندما تقوم عمليات عسكرية، الدول التي تقوم في العمليات العسكرية تنبه كل الدول أن لا تخترق هذا المجال حتى لا يحصل أي تصادم، إن كان طائرات مسيرة، إن كان طائرات عسكرية أو أي شيء من أنواع الأجواء دكتور محمود. الحربية. نعم دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، كنت معي من موسكو عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.